السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرة ثانية في قناتي. من أحلى ما يمكن الاستمرار، أنا مستانس على موضوع الاستمرار. حياكم الله حياكم الله حياكم الله، هلا هلا والله هلا. مثل ما هو مكتوب في العنوان، أني اليوم بقارن بين الأوزمو بوكت القديمة أوزمو بوكت 2 وبين الأوزمو بوكت 3 الجديدة. أمانة أنا أعرف أن هذا الفيديو وايد متأخر، ولكن فكرت فيها، هي نزلت فترة اللي أنا قاطع عن القناة، ولكن هذه الكاميرا تعتبر وايد مهمة بالنسبة عندي حق القناة، لأن أنا سويت شرح عن الأوزمو بوكت 1 وسويت شرح عن الأوزمو بوكت 2، فقلت حسافة يكون في قناتي ما عندي التواصل دي، لو نزلت بعدين 4 ولا 5 ولا غيره ما عندي هذا التواصل، قطعت الفترة. صج الكاميرا حاليا ما عندي، لكن قلت لازم أسوي شرح عنها سريع بسيط خفيف تستفيدون منه حق أي واحد قاعد يفكر يشتري الكاميرا، هل يشتري 3 ولا يشتري 2. أول خاصية نزلت في الأوزمو بوكت 3 وهي أهم خاصية هي الشاشة. الشاشة صارت وايد أكبر وايد أحلى، صار مجرد أن أنت لما تلفها على عرض على طول تبي الكاميرا تصور معاك ومستعدة للتصوير، ما احتاج تضغط الزر وغيره، فصار الموضوع وايد أحلى من السابق وأكبر وأوضح، كل الميزات في الشاشة ترى. وحتى إذا أنت كنت قاعد تصور بالعرض وقمت فريتها بالطول، صارت الكاميرا عندك تصور بالطول، تقدر تصنع فيها محتوى حق سوشيال ميديا للمنصات اللي تصور بالطول. الأوزمو بوكت 3 صار حجمها شوي أكبر من البوكت 2، وطبعاً أكبر بوايد من البوكت 1، لكن في النهاية تبقى كاميرا تقدر تستخدمها وتحفظها للجيب، تقدر تنقل فيها، خفيفة وسهلة من أحسن ما يمكن، لكن هذا الشيء لازم يذكر أنها هي أكبر من البوكت 2 كحجم وأثقل بعد بشوي. الأوزمو بوكت 3 وايد اهتموا في موضوع الألوان، الدايناميك رينج، السنسر صار أكبر، الأداء الليلي صار وايد وايد أحسن من قبل، كذلك السلو موشن في الكاميرا صار وايد أحسن، صار تقدر تصور 4K على 120 فريم بير سكند. عدسة الأوزمو بوكت 3 وايد أحسن من الأوزمو بوكت 2، صارت تسوي عزل في الباك جراوند وتخلي الفوكس وايد احلى على الشخص اللي قاعد تصوره او الموضوع. وكذلك فيها ميزه وايد حلوه، ان هي ممكن انت لما تستعرض منتجات، فانت لما تسوي كذي تاخذ الفوكس على المنتج. لاحظوا الحين ذي الكاميرا ما قاعده تسوي ذي الشيء، لان ما فيها ذي الذكاء، خلينا نقول الذكاء اللي دخلوا في الاوزمو بوكت 3. هني بضطر ان انا اخش وايه عشان يصير فوكس على المنتج، هناك ما تحتاج، مجرد ما ترفع اي منتج هي تقوم تعرف وتسوي فوكس عليه، ما تحتاج هذا الشيء. في بعض الكاميرات قامت تسوي هالشغلة، فالأوزمو بوكت 3 في هذه الخاصية وايد حلوة، اللي يبي يستعرض منتجات، يبي يروي شيء، يبي يتكلم عن موضوع معين، ممكن مجرد ما يرفع السبجكت ذي اللي قاعد يسوي أو قاعد يتكلم عنه على طول هي تاخذ فوكس عليه، فهي خاصية وايد حلوة في الأوزمو بوكت 3 مو موجودة في الأوزمو بوكت 2. كذلك تم تطوير الأوزمو بوكت من خاصية الأكتيف تراكينج، صار الأكتيف تراكينج اللي هو التتبع، لما تروح مني تشوف الكاميرا دي ما تلحقني، في الأوزمو بوكت لا، تلف الكاميرا أتي. الخاصية موجودة من الأوزمو بوكت 1، ولكن كل فيرجن قاعد يطورونها أحسن وأحسن وأحسن. حتى هذه الأوزمو بوكت 3 فيها خاصية حلوة، أن أنت ممكن تختار وين تبي السبجكت تخليه، يعني لما تكون بعيد ما تخليك هي في وسط الفريم مال الصوره، لا ممكن تخليك فوق شوي، ممكن تقول لها خليني دي الجهه. فانت دائما اذا تبي تشرح عن شيء ممكن دائما انت لما تروح على دي الجهه هي ما تخليك في الوسط، لا تخليك مثلا على جنب ويطلع يمك شيء خاليني اتكلم عنه. ففي خاصيه وايد حلوه في موضوع الاكتيف تراكينج في الاوزمو بوكت 3. الأوزمو بوكت 3 بطارياته وايد أفضل من الأوزمو بوكت 2، طبعا بطاريات الأوزمو بوكت 2 مو معناتها سيئة، ولكن هذه أحسن وأكثر لأنها أكبر. كذلك أنت تقدر تشحن الأوزمو بوكت 3 في ربع ساعة شحن سريع تعطيك 80% من البطارية، فأنت لو جيت مثلا بتطلع بتصور أحد أو بتروح وتطلع ويا اليهال ونسيت التشارج ما شحنت، تقدر تخليه 10 دقائق ربع ساعة قبل لا تطلع وتحصل 80%، ممتازة ممتازة ممتازة. وأكيد طبعا أنصح أنك تشتري كاميرا مثل الأوزمو بوكت 1 ولا 2 ولا 3، من تجربتي الشخصية كنت أستخدم حتى 1 وأطلع مع اليهال وأصور فيها طلعاتهم حياتهم اليومية، حلوة وايد حلوة خفيفة، مجرد ما تبطلها وتصور بسيطة جدا، مو نفس أي كاميرا ثانية، صغيرة تنحط في الجيب، فأنا أنصح فيها حق اليهال، السفر، الأشياء الشخصية، طلعات الربع،
وايد وايد مريحة وما بتندم إذا خذيت يعني. والسؤال اللي يطرح نفسه عقب هالمقارنة السريعة، زين يا دعي قلت لنا عن الكاميرا القديمة والكاميرا الجديدة، التلفون شو أخباره؟ إذا أنا عندي تلفون هل يكفيني ولا لا لازم أروح أشتري الكاميرا؟ أنا من وجهة نظري اسمع مني، التلفون أصلا هدفه للاتصال وللتواصل، حلو؟ فأنت لما تطلع وتسافر وغيره وتحتاج التلفون وأنت قاعد وايد تصور فيه، فأنت قاعد تستهلك بطاريته، قاعد تستهلك مساحته، فأنت معرض وايد أن أنت مثلا في يوم من الأيام وأنت قاعد طالع تصور إلا مثلا بند عليك التلفون أو خلص الشاحن وما عندك شحن. فأنا لما أفصل موضوع التصوير عن موضوع الاتصال والتواصل هني أنا كنت على الأقل في السيف سايد، لو مثلا كنا في سافرة طول اليوم بسافر وبطلع ما برجع إلا متأخر وعندي شارجات وعندي شواحن، لكن أنا قاعد أصور بالكاميرا وايد وايد أصور كل لحظة وكل تغطية وكل روحة وكل جاية، فلو خلص الشاحن مال الكاميرا وما عندي شاحن إضافي ولا عندي شيء تبقى الكاميرا في النهاية خلاص خلها. لكن التلفون وايد مهم، أهمية إنه يكون عندك شغال وفي شحن وغيره للتواصل وللطوارئ أكثر من الكاميرا. فأنا دائما أحب أفصل بين هذه الجهازين، ما أحتاج أخلي موضوع التصوير نفس موضوع التلفون. غير ذي إن أنا أصلا المساحة في التلفون دائما عندي مليانة، فهذه شيء وايد مزعج. أنا عندي كاميرا يكون فيها ميموري خاصة، مجرد ما أخلص تصوير أخذ الميموري أنزلها على الكمبيوتر وكان الله غفورا رحيما. لكن التلفون ساعات تحتفظ بهالاشي وتخلي وتخزن 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 ما تمحي، أري ما بتمحي وأري ما بتحطهم على الكمبيوتر، عارف ما بتنقلهم، تقول بشيل بشيل لكن ما تشيل، وبتقول أشيل مساحات آي كلاود وما تخلي وما تشتري مساحات زر. فأنا وجهة نظري أفصل الجهازين، خل موضوع التصوير في صوب وخل موضوع الاتصال والتواصل في صوب. يبقى التلفون في النهاية حل سريع حق موضوع بعض الصور للسوشيال ميديا، ستوريات، مو مشكلة، سهل وبسيط. لكن في موضوع الكواليتي والجودة وانك تاخذ لقطات تبقى وياك للزمن، انا اقترح ان انت تاخذها وتفصلها في كاميرا خاصة سواء الأوزمو بوكيت ولا غيره. والنقطة الأخيرة اللي بأكد عليها ان انت اذا ما عندك ولا نسخة من الأوزمو بوكيت وتفكر تشتري، لا تشتري القديم، اشتري الجديد الأوزمو بوكيت 3 وايد احسن. وكذلك فكر في موضوع الكومبو كيت او الكرياتر كيت اللي تي معاها مايك وبطارية اضافية وغيره، هذه الكومبو وايد انصح فيه. بس هذه اللي كان عندي اليوم، حبيت اسوي هالمقارنة، يعني حسيت انه لازم تكون موجودة عندي في القناة لاني تكلمت على الأوزمو بوكيت 1 وبوكيت 2، لازم يكون في بوكيت 3، يمكن بعد في يوم من الايام تينا الأوزمو بوكيت 3 ونستعرضها ونتكلم عنها. يعطيكم العافية على المشاهدة، نشوفكم على خير، لا تنسونا بالدعم واللايك والشير والسبسكرايب وكل شيء، في امان الله.